عند النظر بتاريخ الجرائم والسرقات في العالم، نجد بعضاً منها خارج السياقات المألوفة، سرقات دخلت ضمن قائمة أغرب الجرائم المثيرة للجدل، إما باحتراف منفذيها وقدرتهم على التخطيط والتنفيذ، أو بطريقة تتيحها وظائفهم لهم. وهنا نتحدث عن سرقة قام بها الطبيب توماس هارفي الذي سرق دماغ العالم ألبرت أينشتاين بعد وفاته. فما قصة سرقة دماغ أينشتاين، عالم الفيزياء الأشهر وصاحب النظرية النسبية؟ وماذا حل بالطبيب الذي خالف وصية أينشتاين؟ عندما توفي أينشتاين في عام 1955، قام الدكتور توماس هارفي بتشريح الجثة في مستشفى برينستون، وخلال هذه العملية قام بسرقة الدماغ بدون إذن عائلة أينشتاين لغرض إجراء الدراسات والأبحاث على دماغ أعظم علماء الفيزياء ومعرفة اختلافه عن غيره. بعد إتمام السرقة قام هارفي بنقل دماغ أينشتاين إلى جامعة بنسلفانيا وتقسيمه لأكثر من 200 جزء لغرض القيام بالأبحاث، وقد صور الدكتور عقل أينشتاين عشرات الصور بعد وضعه في محلول خاص للحفظ. عند العودة لحياة أينشتاين تتكشف خفايا شخصيته وأفكاره، فهو العالم التي كانت أبحاثه سبباً في اختراع القنبلة الذرية، وكانت الأساس لنظريات الفيزياء والطاقة النووية، فقد كان شخصاً صارماً وذكياً لدرجة إدراكه لأهمية عقله بعد وفاته، فوضع وصية تضمنت حرق جثته كاملة بعد وفاته ونثرها كرماد في مكان خاص. لكن لسوء حظه وقعت جثته بعد وفاته نتيجة نزف داخلي في الأوعية الدموية عن عمر ناهز 76 عاماً تحت يد توماس هارفي. لم تكتشف عائلة أينشتاين الأمر إلا بعد حرق الجثة في نيوجيرسي الأمريكية، عندما علم ابنه هانز ألبرت أن الجثة لم تكن كاملة. وبعد أيام قليلة من تلك الحادثة اعترف الطبيب هارفي لعائلة أينشتاين بالسرقة وطلب الإذن بالحفاظ والاحتفاظ بالدماغ. وعلى الرغم من الصدمة الكبيرة التي تعرضت لها العائلة، فقد تمكن هارفي من الحصول على الإذن من هانز لدراسة دماغ والده بشرط أن يكون أي بحث يتم إجراؤه في مصلحة العلم فقط. وبحسب المعلومات التي نشرها هارفي، فإن وزن الدماغ كان بحدود 1230 غرام، حيث قام بالاحتفاظ بأجزاء عدة من دماغه لغرض دراستها، وأعطى البعض الآخر لعلماء رائدين لتبدأ رحلة طويلة لأهم أجزاء جسد أينشتاين بين أروقة المختبرات. كان دماغ أينشتاين موضوعاً للكثير من الأبحاث والتكهنات طيلة عقود باعتباره من أبرز عباقرة عصره، ففي عام 1978 زعم باحثون من جامعة كاليفورنيا أن دماغ أينشتاين يحتوي على عدد كبير من الخلايا الدبقية مقارنة بالعقول الأخرى المستخدمة في الدراسة. وفي عام 1996 نشر علماء من جامعة ألاباما ورقة عن القشرة المخية لعقل أينشتاين التي ركزت على الخلايا العصبية. أما في عام 1999 زعم باحثون كنديون أن الجدار السفلي لمخ أينشتاين كان أوسع من المعتاد وأكثر تماسكاً وصولاً لعام 2012، عندما نشر عالم الأنثروبولوجيا جان فولك بعض الاختلافات غير الشائعة في الجزء الأيمن من دماغ أينشتاين والجزء المتحكم بالتخطيط. لم تكن سرقة دماغ أينشتاين أمراً اعتيادياً بالنسبة للطبيب هارفي الذي أراد أن يصنع لنفسه مكاناً في التاريخ، إلا أن ذلك تسبب في خسارته لوظيفته وزوجته وحياته الاجتماعية. وقبل وفاته في عام 2007 تبرع هارفي ببقايا دماغ أينشتاين للمتحف الوطني للصحة والطب ومتحف موشر في بنسلفانيا. كانت وفاة العالم ألبرت أينشتاين بداية لرحلة غريبة خاضها دماغه الذي بات مصدر فضول العلماء على مر التاريخ لمعرفة خفايا جزء صغير غير مجرى العلم في العالم.